السلام عليكم، صباح الخير. كدير بخير؟ شوفوا اليوم الحرم كدير المسعى خاوي فعلا، بعد ما طبقوا منع الحجاج ولا المعتمرين الدخول لمكة. بينا شوف هنا كي كتكون المروة عامرة، خصوصا نهار السبت. شوف المسعى خاوي، وهذا الدور الاول اللي فيه العربات ديال العربات. شوف خاوي تاهو، قليل 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 قليل. شوفها هنا موالفين كتلقى العربات بزياده. شوف يلا واحد جاي هنا، وهنا عاوتاني الطواف. مكان الطواف شوف قليل، ما كاينش كاع البشر. اول مره تنشوفوا الحرم بالطريقه هذه. شوف الطواف خاوي، وكذلك الكعبه، الطواف اللي عند الكعبه. شوف خاوي الدنيا، ماشي كيما كانت. يعني فعلا طبقوا هذا النظام ديال سميتو ديال قدوم الحجاج لمكه والمدينه. نهار الخميس وقفوا الناس اللي هما في المدينه ما يدخلوش لمكه، يرجعوا لبلدانهم، وكذلك اللي في مكه ما يمشيوش للمدينه، يرجعوا لبلدانهم. وهذا راه باين، هذا دليل على انه فعلا تم تنفيذ التطبيق هذا، الحظر على المعتمرين. عمرنا ما شفنا المسعى بحال هكا. شوف خاوي مره، هذا المسعى الصفا والمروه. شوف خاوي، الله يستر. صاحب بقينا احنا هنا. يلا السلام عليكم.